تسرقوني يا حرامية. لا لا ابليس كان بيتعلم تسرقون فلوسي. أغرف من بحر أنا. وين مدير؟ لا تقول كذا، لا ولا كلمة ولا بوسة ولا شيء ولا أرضى. أقول ولا كلمة أقول لك. وين مديركم يا حرامية؟ وين؟ ها؟ ثيفات أنتم؟ ثيفات يعني جمع حرامية بالإنجليزي. طلع طلع عاد مديرك طلع دق عليه. دق عليه. دق عليه الخسيس. ولا كلمة. لا تحاول ألو. دقيقة. ألو. وينك أنت ما عاد أشوفك؟ ها؟ أنا تاخذ فلوسي أنا؟ ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا مو كمبارز، في أقل من كذا مخلينا أطرم. كان تصدقت عليه يقول كلمة واحدة. حبيبي إيش فيك زعلان؟ تراك نجحت، لازم تقول الحين مرة فرحان ومبسوط. ما أدري كذا اختلطت علي المشاعر شوي. كيف يعني؟ والله ما أدري، يعني اسمعها يقولونها كذا، الواحد ورط يزعل ولا يفرح، أي مشكلة. يعني نقول يعني انت الحين ناجح، تدري شو يعني ناجح؟ يا قلبي ترى من القضية مو بهنا، القضية انه اختلاط مشاعر وفي نفس الوقت انه مسؤولية ترى التحكيم، يعني انا خايف انه المستقبل يعني ما اكون قد المسؤولية. وانت قدها يا حبيبي انت قدها. انا عارف انه بس هي المشكلة زي ما قلت لك ان الحكم قاضي يعني والقاضي مشكلة. عارفة ان الحكم قاضي. يعني بعدين انت عارف الوقت هذا اللي احنا فيه وقت صعب، يعني احتمال اروح كأس العالم بكرة يعطوني رشوة ولا كذا. مغريات يجوا واحد في اتحاد ايطاليا يعطيني رشوه فوز احد، مره انا نفسي ضعيف والنفس مارة في السوق يعني. حبيبي تراك يعني حكم رائع. ها الله يفكك جوك يا شيخ. كل شيء ولا مستقبل الناس. تسرق من الواحد ممكن يمشيها لك، لكن انك تضحك عليه هذه بصراحة ترفع الضغط.